شواشينغ عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني. الحضور الكرام، يسعدني في البداية أن أعرب لفخامة الرئيس شي جين بينغ والحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية عن تقديرنا البالغ لحفاوة الاستقبال وحسن الضيافة في عاصمة بلدكم العريقة بيجين، وأنتهز تلك المناسبة بتقديم التهنئة كذلك بمناسبة العيد الوطني لجمهورية الصين الشعبية ومرور 74 عاما على تأسيسها. استعتز مصر بأنها كانت أول دولة عربية وإفريقية تعترف بجمهورية الصين الشعبية وتقيم علاقات دبلوماسية معها عام 1956، وهو ما كان بمثابة انطلاقة لعلاقات وطيدة مع صديق يتشارك معنا ومع شعوب الدول النامية تطلعات تحقيق التنمية والازدهار والسلام. كما يطيب لي أن أتقدم بالتهنئة لجمهورية الصين الشعبية الصديقة على هذا التنظيم الناجح للدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي في إطار الاحتفال بالذكرى العاشرة لإطلاق مبادرة الحزام والطريق. وفي هذا الصدد أثمن ما أعلنه الرئيس شي جين بينغ اليوم في كلمته من رؤيته المستقبلية لزيادة فعالية مبادرة الحزام والطريق. إن مصر والصين دولتان صديقتان تجمع بينهما روابط تاريخية منذ العصور القديمة، حيث كان طريق الحرير بمثابة الجسر الذي ربط بين آسيا وأفريقيا، إذ يمثل إعادة إحياء ذلك الممر الهام من خلال مبادرة الحزام والطريق منذ عقد من الزمان تطوراً هاماً يعزز الترابط بين مختلف دول المبادرة تحقيقاً للمنفعة لشعبينا وشعوب العالم. ولقد تطورت علاقتنا مع الصين خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث شهدت الارتقاء إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية الشاملة عام 2014 وإطلاق البرنامج التنفيذي الأول لتلك الشراكة في عام 2016. الحضور الكرام، إن مشاركة مصر في الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي إنما تنبع من اهتمام مصر بالمبادرة التي أطلقها الرئيس الصيني عام 2013، حيث كانت مصر في طليعة الدول التي انضمت إليها إيماناً باتساق رؤيتها مع الأولويات المصرية في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، لا سيما فيما يتعلق بالارتقاء بالبنية التحتية في مجالات النقل والطاقة وغيرها. وقد أسهمت الرؤية المصرية الصينية المشتركة في الدفع بتنفيذ مشروعات كبرى في مجالات البنية التحتية، كان من أهمها تنفيذ مشروع إنشاء القطار الكهربائي الذي يربط القاهرة بمدينة العاشر من رمضان في إطار خطة شاملة لربط المناطق والأقاليم المصرية ببعضها وربطها بالمسارات التجارية الدولية لتسهيل حركة النقل والتجارة. ويشهد على ذلك ما تم إنجازه من مشروعات لتطوير الطرق والمواني البحرية والجوية والممرات الملاحية، بما في ذلك تدشين مشروع قناة السويس الجديدة، بالإضافة لمشروعات توليد الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وكذلك مشروعات الربط الكهربائي بين مصر وغيرها من الدول المجاورة ونقل وتخزين تداول الطاقة، ومشروعات تحول الرقمي وتطوير البنية الأساسية المعلوماتية. وهي كلها مشروعات تخدم تعزيز الترابط والتبادل بين الدول، وهو الهدف الأساسي من مبادرة الحزام والطريق. الحضور الكرام، يهمني أن أنوه في هذا المقام إلى ما توفره مصر من بيئة جاذبة للاستثمار من حيث البنية التحتية المتميزة، ومن موقع جغرافي استراتيجي في القلب منه قناة السويس، بما يسهل من عملية التصدير إلى الأسواق المجاورة في الدول العربية والإفريقية والأوروبية، والتي تربطنا بها اتفاقيات تجارة حرة، وبما يسهم في ربط الأسواق الدولية بعضها ببعض، ويسهل من حركة سلاسل الإمداد دون عوائق، تعزيزاً لمفهوم الربط في اقتصاد عالمي مفتوح. ولعل المنطقة الاقتصادية المصرية الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من النماذج الواضحة للتعاون المشترك الذي يعود بالنفع على البلدين. وفي هذا الصدد،
فإننا نرحب ونشجع دولة الصين الصديقة ودول مبادرة الحزام والطريق على ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر والاستفادة من الفرص المتاحة بها في إطار سعينا المشترك لتحقيق التنمية لشعوبنا. السيدات والسادة الحضور، إن مصر والصين تمثلان أقدم حضارتين في التاريخ الإنساني، وقدمت للعالم إسهامات علمية واستفادت منها الحضارات الأخرى، وأسهمت في تطور البشرية وصولاً إلى ما نشهده اليوم من طفرة تكنولوجية في كافة المجالات. ومن ثم فإننا على قناعة بأن التكنولوجيا ينبغي أن تكون سلعة عامة تتشارك فيها كافة الدول بما يسهم في تحقيق التنمية العالمية العادلة والشاملة وتمكين الدول النامية من الاستفادة من ثمار التقدم التكنولوجي في تنفيذ أجندتها التنموية. لقد كانت مصر الشريان الرئيسي الذي يربط حضارات العالم القديم بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، وستستمر مصر في لعب دورها التاريخي في ربط مناطق العالم ببعضها من خلال موقعها الجغرافي. ومن هذا المنطلق فإن مصر باعتبارها أحد أطراف مبادرة الحزام والطريق ترحب بأن تكون مركزاً إقليمياً لوجستياً وتجارياً لدول المبادرة للإسهام في تسهيل حركة الشحن والتجارة بين تلك الدول دون عوائق في إطار اقتصاد عالمي مفتوح. إن مصر تتشارك مع دول الحزام والطريق الآمال والتطلعات لبناء مستقبل أفضل لشعوبنا وتحقيق التنمية الشاملة والعادلة، وإن واقع اليوم يعكس حقيقة أن دولنا قد أضحت أكثر تأثيراً في الاقتصاد الدولي بما يتطلب دوراً أكبر للدول النامية والاقتصادات البازغة في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية لتكون أكثر استجابة لاحتياجاتنا التنموية. ولعل رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف كوب 27 والذي استضافت مصر قمته الأخيرة في شرم الشيخ قد أسهمت في التوصل لتفاهمات دولية حول الدفع بأولويات الدول النامية واحتياجاتها التنموية بما في ذلك ضرورة سد الفجوة التمويلية والاتفاق على إنشاء صندوق لتمويل الخسائر والأضرار لمساعدة الدول النامية في جهودها نحو التحول الأخضر. كما تشارك مصر بفاعلية في المؤسسات الاقتصادية الدولية الناشئة والتي تسهم من خلال الأدوات المالية التي تقدمها في توفير التمويل اللازم للتنمية وتعزيز التنسيق بين الدول. وقد كان انضمام مصر لتجمع البريكس في إطار جهودنا لتعزيز التنسيق بين الدول النامية والاقتصادات البازغة والإسهام في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية. وأغتنم هذه المناسبة لكي أجدد التقدير لدولة الصين الصديقة والدول الأعضاء في تجمع البريكس لدعوة مصر للانضمام لهذا التجمع. السيدات والسادة الحضور، إن قمتنا اليوم في بكين تأتي في وقت يمر فيه العالم بتحديات عديدة بما يحتم تعزيز التنسيق بين دولنا مع كافة أطراف المجتمع الدولي للدفع بجهود تحقيق التعافي الاقتصادي من آثار جائحة فيروس كورونا وأزمتي الغذاء والطاقة العالميتين. إن مصر ستواصل القيام بدورها التاريخي والرائد في دعم السلام والاستقرار في العالم وتعزيز الجهود المشتركة لتعزيز التنمية العالمية بالتعاون الوثيق مع دولة الصين الصديقة ودول مبادرة الحزام والطريق وشركائها الدوليين. وفي الختام أتقدم بالشكر مرة أخرى لجمهورية الصين الشعبية على عقد هذا المحفل الدولي الهام، وأعرب عن تطلعنا لاستمرار التنسيق مع دولة الصين الصديقة ودول المبادرة لدفع التعاون متمنيا لشعوبنا جميعا دوام التقدم والازدهار. وشكرا جزيلا. Thank you very much.